هاي 200 غاد من الجوع 200، يعني ابني واولاده ما فيش عنده اكل ياكله، يعني نفسي تروس بيطبخوا العظيم ياكلوا حتى اليوم. نحن من وين نجيب لبن؟ ابني يجيب وابن ابني معيط. الى اين يفر سكان رفح؟ تساؤل يطرحه مفوض الأونروا بعد ان ازدادت وتيرة الغارات الإسرائيلية على اخر ما تبقى للفلسطينيين من مكان آمن في جنوب غزة. وقد تطول الإجابة على السؤال بحجم أعداد الضحايا والإصابات، ناهيك عن هدم مبان ومنشآت طبية وخدمية ودولية. الإجابة عن مصير الأطفال والنساء تترافق مع ترقب لنتائج الاجتماعات الجارية في القاهرة، والتي تدخل فيها مفاوضات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ورئيس الموساد الإسرائيلي والحكومتان القطرية والمصرية. الاجتماع الذي ينعقد في ظل تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس، قيل على لسان مسؤولين مصريين إنه أحرز تقدما كبيرا نسبيا بين الجانبين، والذي بحسب صحف إسرائيلية يركز على صياغة مسودة نهائية لاتفاق وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع. مباحثات الهدنة تتوحد إلى جانبها مواقف عربية ودولية بضرورة عدم ارتكاب إسرائيل لعملية عسكرية في رفح، أبرزها ما شدد عليه العاهل الأردني خلال لقائه الرئيس الأمريكي في واشنطن، والتي أكد فيها على أن أي هجوم إسرائيلي سيؤدي لكارثة إنسانية، ولا يمكن قبول التهديد بتهجير الفلسطينيين. ومع الضغوط الخارجية لما تفعله حكومة نتنياهو، فإن الضغط الداخلي في تل أبيب من ذوي المحتجزين تصاعدت حدة غضبهم من عدم استماع نتنياهو لقضية إعادة ذويهم، والتي طالبوا برسالة إلى قادتهم ألا يعودوا من القاهرة حتى يعودوا بجميع الأسرى.